هلا اصدقائي، مثل ما عودكم اخبار جديده، ويلا خلينا نبلش. يستمر جالكسي اس 23 الترا في تصدر عناوين الاخبار. تخطط شركه سامسونج بالفعل لاطلاق الهاتف في وقت مبكر، حيث تشير وسائل الاعلام الكوريه الى ان حدث امباكت هذه المره سيتم تاجيله لمده اسبوعين. لذلك من المحتمل ان ننظر في حدث الاطلاق في اواخر يناير، لقد كنا نتحدث عن هذا الهاتف منذ فتره حتى الان، لذلك نحن نعرف الكثير عن اس 23 الترا، ولكن المعلومات الجديده تستمر في الظهور، واليوم لدينا ثلاث اشياء جديده نتحدث عنها حول جالكسي اس 23 الترا. بدءا من الكاميرا، ترى ان اس 23 الترا مضمون ان يحتوي على مستشعر كاميرا بدقه 200 ميجا بكسل، وان ايس يونيفرس يعطي مزيدا من الضوء حول كيفيه اداؤه في العالم الحقيقي. انه يقول ان سعه الكامل لكاميرا اس 23 الترا قد تم تحسينه ولن تكون عدوانيه حتى 10000 بشكل كبير. انه يقول بشكل اساسي ان المعالج اللاحق للكاميرا لن تكون عدوانيه مثل اس 22 الترا، ما يعني انه ستحظى بمظهر اكثر طبيعيه بدلا من المظهر المفرط تشبع. الان هذه مسألة تفضيل، أنا شخصيا أحب المظهر النابض بالحياة لكاميرا سامسونج. سيتعين علينا الانتظار لمعرفة ذلك، لكنه ذكر أنه قد تم تحسين HDR وهو الآن خبر سار أشبه بمستشعرات سوني. ويذكر أيضا أن سامسونج قد حسنت التصوير الليلي بهامش كبير، لذلك بشكل عام يعد هذا خبرا رائعا للكاميرا حتى الآن. تتعلق الكاميرا في الوقت الحاضر بالبرمجيات أكثر من الأجهزة، وتستطيع سامسونج الحصول على نتائج جيدة بشكل مدهش من خلال البرامج، لذا فإن الآمال كبيرة في أن يترجم هذا إلى سيناريو استخدام جيدة في العالم الحقيقي. لقد رأينا مؤخرا معيارا لجهاز جالكسي اس 23 مع بعض النتائج الرائعة، والآن حان الوقت لأخيه الأكبر جالكسي اس 23 ألترا، والنتائج أفضل بالطبع. أود أن أذكر مرة أخرى أن هذا المعيار لم يتم تشغيله بكامل إمكانات مجموعة شرائح، لذلك في الواقع سوف تلمس بالتأكيد اس 23 ألترا علامة متعددة النواة 5000، والتي قد تعد فرقا مثيرا للإعجاب من عام إلى آخر. أوليكس وأخيرا لدينا يقوم بتحديث عروضه الخاصة بس 23 ألترا، ويؤكد بشكل أساسي أن الحواف لن تكون رفيعة كما توقعها في البداية. في الواقع انه ارق من اس 22 الترا، وكما قلت في الماضي لن تلاحظ هذه الاختلافات في الحياة الواقعية، لان حواف اس 22 الترا رقيقة بالفعل.